جمعية دار البر تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، مرحبا. يا هلا والله وسهلا. الله يحفظكم، الله حييكم، الله يزيدكم خير شيخنا. عودا حميدا شيخ سالم. الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. الحمد لله على سلامتكم ولا ترى باس. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يسلمكم. الله يحفظكم. الله جاهزين شيخنا نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فالحمد لله الذي يسر رجوع مثل هذه الدروس ومثل هذه اللقاءات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عونا على طاعته، وأن يجعلها خالصة لوجهه، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، كما هو معلن أن عنوان هذا اللقاء وصايا للمقبلين على الزواج من الإخوة والأخوات. من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ومما امتن الله عز وجل به على عباده، الزواج، العلاقة الزوجية. هو الذي جعل لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يمتن الله عز وجل على خلقه أن الله سبحانه وتعالى رزقهم هذه العلاقة العظيمة، العلاقة الزوجية. وبقدر ما عظمها الله عز وجل، علم الشيطان عظيم قدر هذه العلاقة، فحاول ولا زال يحاول وسيظل يحاول إلى قيام الساعة أن يهدم هذه العلاقة، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل يوم ينصب الشيطان عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، فأكثرهم إفسادا أقربهم منه منزلة، فيأتيه الرجل ويقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، وما تركته حتى فعل كذا وكذا، يقول له ما صنعت شيئا، حتى يأتي أحد أتباعه ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، يعني بينه وبين زوجته، فيضمه ويدنيه ويقول أنت، يعني أنت أحسن واحد. لماذا؟ لأنه أفسد هذه العلاقة الاجتماعية التي هي الأساس لصنع المجتمع المسلم. المجتمع المسلم منظومة متكاملة، النواة الأولى لهذه المنظومة هو الأسرة المسلمة، فيحرص الشيطان على إفساد هذه النواة الأولى لإفساد المجتمع المسلم، وليسهل عليه إفساد المجتمع المسلم. لذلك من فضل الله عز وجل على كل رجل وكل امرأة، إذا الله عز وجل امتن عليهم بماذا؟ امتن عليهم بهذه العلاقة العظيمة، ألا وهي العلاقة الزوجية. فوصيتي اليوم أو وصاياي اليوم موجهة لأبنائي وبناتي من المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، يعني سواء كان ينوي الزواج أو بدأ الخطوات الأولى للتحضير للزواج، أو كان من حديثي الدخول في الزواج، بل يمكن أن ينتفع بها حتى الذي مر عليه وقت من الزواج، يستطيع ولله الحمد الإنسان في أي وقت أن ينتفع بمثل هذه المحاضرات المتعلقة بالعلاقة الزوجية، ويستطيع أن يغير إلى ما هو أفضل، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سأتكلم يا أبنائي وبناتي عن عدة محاور، وحاول أني يعني أحيط بها قدر الاستطاعة. من المحاور التي سأتكلم عنها اليوم وغدا إن شاء الله تعالى، أستردها وسأستعرضها بقدر الاستطاعة اليوم وغدا. أول يعني أسردها لكم سردا. الأول: الزواج سعادة أم تعاسة؟ ثم: الزواج مسؤولية أم ترفيه؟ الفرق بين طبيعة الرجل والمرأة؟ أهداف الزواج: الجمال أم المال أم الدين؟ معايير الزواج الناجح: أولويات الرجل والمرأة في الطرف الآخر؟ قواعد الحوار الناجح: الحب بين الزوجين؟ الرومانسية: هل الزواج يقتل الحب؟ وسائل تنمية الحب: قواعد حل المشاكل؟ علاقة الزوج بأهل الزوجة؟ علاقة الزوج بحماتها وأهل زوجها؟ علاقة تقدم معنا علاقة الزوج بأهل زوجها، وظيفة الزوجة ومالها، خصوصيات الزوجين، الإنجاب، تربية الأولاد. هذه ما يقارب من 20 من محاور هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يوفق لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، وأن
يلهمنا الرشد والصواب إنه على كل شيء قدير. أبنائي وبناتي، أول محاور عندنا الزواج سعادة أم تعاسة؟ كثير من الناس يعني وخصوصا المتأثرون والعياذ بالله بالعالم الغربي غير المسلم دائما ما يتكلمون إن الزواج تعاسة، وأن الإنسان ليس بحاجة إلى الزواج، وأن الزواج مما يتعس الإنسان. وبالمقابل بعض الناس يقولون إن الزواج سعادة على كل الحالات. والأقرب والله أعلم أن الزواج في أصله مما يسعد الإنسان. لماذا نقول إن الزواج في أصله مما يسعد الإنسان؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان وهو أعلم به، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالله عز وجل حينما خلقنا هو أعلم بما يصلحنا، أعلم بما يسعدنا. فبين الله عز وجل أن من تركيبتنا الغريزية الفطرية الطبيعية أن الإنسان يتزوج، فصار من الأكمل للإنسان والأسعد له والأفضل له أن يتزوج، وهذا من قضاء الله وقدره الذي اختاره لابن آدم. فالذي لا يريد هذا الاختيار لابد أنه سيتعب بقدر ماذا؟ بقدر بعده عما اختاره الله عز وجل له. هذا هو الأصل، نقول الأصل أن الزواج سعادة، الأصل أن الزواج كمال. لذلك حينما يذكر الكمل من بني آدم يذكر أنهم يتزوجون، وأنه تزوج وعنده أسرة وعنده أولاد، وأنه ربى أولاده، وأنه كان في أسرة ناجحة. فطبيعة البشر يعدون أن من الكمال البشري أن الإنسان يتزوج، هذا هو الأصل. لكن هذا الأصل قد ينقلب إلى ضده إذا كان الإنسان خالف سنة الله عز وجل الكونية وسنة الله سبحانه وتعالى الشرعية. إذا خالف الإنسان ما أمر به من سنة الله عز وجل الكونية، من قضاء الله عز وجل وقدره الطبيعي في بني آدم، وأراد أن يخالفها، أو السنة الشرعية. ما معنى السنة الكونية؟ يعني التي خلقنا الله عز وجل عليها، يعني الله عز وجل خلقنا فطرة وكونا وقدرا أن جعل الرجل هو القائد للأسرة. هذا تكوين فطري خلقي غريزي جعله الله عز وجل وركبه فينا وأمرنا به شرعا. فلو أن امرأة قاتلة أنا لا أريد هذا ولا أقبل أن الرجل هو الذي يقود الأسرة، قد تستطيع ذلك وترفض، ومثل ما يقولون تؤدي ما تريد. لكن ثقوا يا أبنائي ويا بناتي أن الذي يخالف سنة الله عز وجل الكونية التي اختارها لنا وخلقنا عليها، وسنة الله عز وجل الشرعية التي أمرنا بها، أنه في النهاية سيتعس. إذن الزواج في الأصل هو سعادة، إلا إذا الإنسان خالف أمر الله عز وجل الفطري الغريزي، قضاء القدر الذي خلقنا الله عز وجل، أو الشرعي الذي أمرنا الله عز وجل به. ومن المخالفات الشرعية التي تقع وتفسد على الإنسان حياته، تفسد على الإنسان سعادته في أسرته، أن يخالف أمر الله الشرعي بأنه يظلم. الله عز وجل أمرنا بالعدل، أمرنا بالإحسان، وعاشروهن بمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قال الله عز وجل ظلموهن، قال سبحانه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلو جاء إنسان وأراد أن يستبد وأن يمارس الظلم ضد الطرف الآخر، يعني الزوج يريد أن يظلم زوجته أو الزوجة تريد أن تظلم زوجها، لا شك هنا أن الزواج أو العلاقة الزوجية ستنقلب إلى تعاسة والعياذ. إذن الأصل في الزواج أنه سعادة، لأن الله عز وجل خلقنا على ذلك، هذا كوني فطري غريزي كل البشر يشتركون فيه، حتى الملحدين حتى الكفار تجده يتزوج ليكمل غريزته، ليكمل طبيعته البشرية، وهو أيضا في نفس الوقت مما أمر الله عز وجل به شرعا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالزواج
الأصل فيه أنه للسعادة بشرط ألا يخالف الإنسان القضاء الكوني القدري من الله عز وجل الذي خلقنا عليه، وأن لا يخالف الأمر الشرعي الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى المحور الثاني، الزواج مسؤولية أم ترفيه؟ اليوم يا أبنائي وبناتي، بسبب الإعلام التقليدي، التلفزيونات، السينما، المسرحيات، أو الإعلام الجديد، مواقع التواصل الاجتماعي، حجم فكرة الزواج حتى جعله مجرد ترفيه، مجرد أنه علاقة حب ورومانسية وجنس بين الطرفين يجمعهم الترفيه، الشراء، السفر، الحفلات إلى غير ذلك. صار كثير من شباب الإسلام والمسلمين يظن أن الزواج مجرد ترفيه، فإذا تزوج صدم بالواقع والحقيقة أن الزواج ليس ترفيها فقط وليس أيضا مسؤولية فقط. يعني حينما نقول أن الزواج مسؤولية، حينما تتزوج، حينما يتزوج الرجل، معناه ستكون عليه مسؤولية. ما المسؤولية اللي عليه؟ مسؤولية الزوجة ومسؤولية الأولاد. المرأة حينما تتزوج، تكون عليها مسؤولية، مسؤولية الزوج ومسؤولية أولادها ومسؤولية بيتها. الزوج عليه النفقة، عليه حماية البيت، عليه التربية. المرأة عليها أيضا مسؤولية التربية، مسؤولية تلبية حاجات الزوج، تلبية حاجات البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. طيب، هل الزواج فقط مسؤولية؟ يعني قيام فقط بالتكاليف؟ لا، الزواج مسؤولية ويوجد فيه الترفيه. يمكن أن الإنسان يكون في بيته سعيدا، يعني أسعد مكان للزوج يمكن أن يكون بيته، أسعد مكان للزوجة يكون بيتها، بشرط أن يوجدوا هذه البيئة المناسبة لهم. هذه المحاضرات وهذه الملتقيات هي وسيلة لجعل بيوتنا سعيدة، جعل بيوتنا هي المكان الذي نسر فيه، نفرح فيه، تنشرح صدورنا فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما ذكر دعاء الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين. ما معنى قرة أعين؟ قرار العين يعني ثبوتها وسكونها وعدم حركتها والتفاتها. يعني كان الإنسان، الرجل أو المرأة، حينما يدعون بهذا الدعاء كان الرجل يقول: يا رب اجعل زوجتي وأولادي أحسن الناس في عيني، لدرجة أني ما ألتفت لغيرهم، ولا تلتفت عيني إلى غيرهم، ولا تعجب عيني بغيرهم. وكذلك الزوجة تقول: اللهم اجعل زوجي، اجعل أولادي، اجعل بيتي، اجعل أسرتي ماذا؟ أفضل الأسر وأفضل زوج وأفضل أولاد في عيني، حتى أني من شدة الإعجاب بهم لا ألتفت إلى غيرهم. إذن الزواج لا نقول أنه مسؤولية فقط، ولا نقول أنه الترفيه فقط، لا، الزواج يجمع بين المسؤولية وبين الترفيه، بين السعادة وبين التربية، بين أداء الواجبات وأخذ الحقوق. فالزواج أو العلاقة الزوجية مسؤولية، وهي في نفس الوقت يمكن أن تكون ترفيه وتكون سعادة وتكون مصدر فرح وانشراح للصدر للزوج وللزوجة. المحور الذي يلي: الفرق بين طبيعة الرجل والمرأة. لابد يا أبنائي وبناتي أن يعرف المقبلون على الزواج، أو الذين يخطون الخطوات الأولى في الزواج، أو حتى الذين سبق لهم الزواج من فترة طويلة، لابد أن يعرفوا أن هناك فرقا بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وأن هناك فرق بين الأولويات عند الرجل والأولويات عند المرأة. مثلا كل الناس، المسلم وغير المسلم، يعلمون أن من الفروق الواضحة بين الرجل والمرأة أن المرأة تميل للعاطفة أكثر والرجل يميل للعقل أكثر.
فلذلك حينما ترى زوجتك قد ثارت عاطفتها مثلا، ثارت غيرتها، هذه الغيرة تعتبر عاطفة تتجاوز أحيانا حدود العقل. ما يصح أن الرجل يأتي ويحاصر الزوجة بمسألة ماذا؟ بمسألة العقل، وإنما لابد أن يفهم طبيعتها، يفهم أن هذه غيرتها، ويفهم أن هذه الغيرة أحيانا تتجاوز حدود العقل والمنطق. حينما يفهم الرجل ذلك يستطيع أن يتعامل مع المرأة ويتعامل مع بعض أخطائها فيما يتعلق بالغيرة بطريقة مناسبة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالس مع ضيافة عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثت له زوجته صفية بطعام وهو في يوم عائشة أو في بيت عائشة. فلما جاءت الخادمة أو العاملة أو الجارية بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في الإناء، وعرفت خديجة أن صفية جابت طعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولضيوفه في يومها، خرجت عائشة رضي الله عنها من وراء الستر ثم ضربت على هذا الإناء حتى انكسر الإناء وتبعثر الطعام. تصوروا هذا بوجود من؟ بوجود الصحابة. يعني لو كان هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لكان أهون، لا هذا بمحضر الصحابة ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنتم تصوروا الموقف، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام وأخذ إناء من إناء عائشة، آنية عائشة، وأعطاه للجارية وجمع الطعام عليه الصلاة والسلام وقال إناء بنا، لأنها كسرت إناء ماذا؟ إناء صفية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو يضحك ويقول غارت أمكم، غارت أمكم عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم فهم لطبيعة المرأة استطاع أن يتعامل مع هذا الموقف. لما جاءت هند رضي الله عنها وارضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من بخل أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان، دلها على أن تتعامل مع طبيعة هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع وعرف كيف يتعامل مع طبيعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى وغيرتها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أم المؤمنين عائشة بما يناسب سنها عليه الصلاة والسلام، تسابق معها عليه الصلاة والسلام، فمرة سبقته ثم سابقها، فلما سبقها قال هذه بتلك بالمصطلح العصري واحد واحد، يعني تساوينا في النتيجة. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال لعائشة أن الأحباش يلعبون في المسجد تحبين أن تنظرين إليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة حتى ظلت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب الجواري لأم المؤمنين عائشة لأنها كانت صغيرة، عشان ليلعبنا مع من؟ ليلعبنا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه يجب على الرجل أن يعرف طبيعة المرأة. من ذلك مما يجب على كل رجل أن يعرفه من طبيعة المرأة أن المرأة في وقت الدورة الشهرية تتغير طبيعتها ومزاجها، يتغير مزاجها بسبب تغير الهرمونات في جسمها. أحيانا تكون في هذه الفترة تكون شديدة الغضب، شديدة العصبية. بعض النساء إذا جاءت عندها الدورة الشهرية تسبب ذلك في أنها يكون عندها حدة في الطباع، عندها غضب، أحيانا يصاحب ذلك آلام شديدة تقعد المرأة أحيانا عن القيام بواجباتها المنزلية. لابد أن يعرف الرجل طبيعة المرأة إذا كانت من هذا النوع. لابد أن تعرف المرأة أن الرجل بصري أكثر من السماعي. ما معنى بصري؟ الرجل تهمه بالدرجة الأولى والأولوية الأولى الأفعال، كما أن المرأة سماعية يهمها بالدرجة الأولى الكلام الجميل العاطفي المقنع. لاحظوا لو أن المرأة أشبعت الرجل أنها تحبه والكلام العاطفي لكنها تقصر في الأفعال، ما يعد هذا الكلام شيئا، يقول لا تلعبين علي بهالكلام وش استفيد أنا من هالكلام.
الزوج لو كان يقدم لزوجته مجموعة كاملة من الأفعال الطيبة لكن لسانه منعقد، ما يتكلم، ما يظهر لها حبها، ما يظهر لها الكلام الجميل، الحب، الرومانسية اللفظية، التعبير عن الحب، قد الزوجة التي كما هي كثير من النساء لا تشبع فقط من الأفعال الحسنة، ولا يكفيها هذا، لابد أن يرفق الزوج العاقل الأفعال الصحيحة الحسنة بشيء من الكلام الجميل، من العاطفة، من الحب، من الرومانسية اللفظية، الرومانسية الفعلية، وسيأتي معناها وسيأتي إن شاء الله تعالى أنواعها وسائلها. المقصود أنه يجب على كل طرف من أطراف الزواج، الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، أن يعرف طبيعة الشخص الآخر. المحور الذي يليه مما يتعلق بهذا الأمر، أن عند الرجل وعند المرأة حاجات، كل رجل وكل امرأة عندهم حاجات يحبون أن تلبى هذه الحاجات. ولو سألت أي شخص متزوج كيف ينجح الزواج، يقول لك ينجح الزواج أن يكون الزوجين متفاهمين. مش احنا متفاهمين؟ إذا قلنا أن الزوجين متفاهمين، معنى أن الزوجين متفاهمين يمكن أن نفسرها ونبينها أن كل واحد منهم يلبي حاجات الآخر. إذا وجد كل واحد منهم يلبي حاجات الآخر، وجد التفاهم بين الزوجين، ووجدت السعادة الزوجية بين الزوجين. طيب، ما هي الحاجات العامة التي يشترك فيها الرجال والنساء؟ كثير من الدراسات تذكر يعني بعض الأمور، لكن من الأشياء التي يذكرونها في الحاجات التي يطالب بها، ماذا يطالب بها الزوجين، ألا وهي الحب، المحادثة، الدعم المادي، الدعم المنزلي، الأمانة، الانجذاب الجسدي، الصحبة الممتعة، الإشباع الجنسي. لاحظوا هذه الحاجات هي حاجات مشتركة بين الرجل وبين المرأة، لكن تدرون من الفرق يا أبنائي وبناتي، الفرق يا أبنائي وبناتي أن الرجل ينظر لهذه الحاجات بالنسبة لأولوياته بنظرة مختلفة تماماً عن نظرة المرأة. يعني المرأة في هذه الحاجات هي حاجات عند المرأة وهي حاجات عند الرجل، لكن لو سألنا الرجل ما الأولويات عندك وسألنا المرأة ما الأولويات عندك، تصدقون يا أبنائي وبناتي أحياناً يكون العكس تماماً. يعني ما هو أولى شيء عند الرجل يكون هو آخر أولويات المرأة وآخر اهتمامات المرأة، والعكس بالعكس، تجدون الشيء مهم جدا عند المرأة وتجدون الرجل يكاد يكون هو آخر شيء من اهتماماته. وهذا اللي ذكرته لكم يا أبنائي وبناتي، لابد أن يعرف الرجل طبيعة المرأة وتعرف المرأة طبيعة ماذا؟ طبيعة الرجل. لذلك لو أردنا ترتيب الأولويات عند الرجل وعند المرأة، الأمر الأول عند المرأة الذي له الأولوية الحب. المرأة عندها الأولوية في الحاجات الزوجية التي تريد إشباعها الحب، والحب عند المرأة يدور على ثلاثة أركان: الأمان والقبول والحماية. الأمان أنها تحس أن هذا الرجل صاحب أمانة لا يغدر بها، أن هذا الرجل لا يخونها. القبول معناها أن يكون قد قبل بها بشخصيتها، بأنوثتها، بشكلها، بسلوكها، يحقق لها هذا النوع من القبول. الثالث الحماية، تجد منه الحماية عن المهددات. وهذا الحب بهذه الأركان الثلاثة لا يمكن أن يحصل أو المرأة تحس بأنه تحقق لها إلا إذا عبر الزوج عنه. يحتاج الزوج دائما أن يكرر ويعيد بطرق مختلفة عملية ولفظية التعبير عن الحب. أحيانا يكون بالتعبير اللفظي، أحيانا يكون بالتعبير اللحظي بالعين، أحيانا يكون بالتعبير العملي، الضم، حينما يجد المرأة حزينة فيجلس جنبها ويضع يده على كتفها ويربط عليها ويحاول تهدئتها ويتفاعل معها، بل يظهر الحزن لحزنها والفرح لفرحها. كل هذا مما يشعر المرأة بحب زوجها لها،
وهذا الأمر يعتبر أولوية عند ماذا؟ يعتبر أولوية عند الزوجة. الأولوية الأولى عند الزوج يا أبنائي وبناتي، وقد كثير من الناس يستغرب، ألا وهو عند الرجل، عند الزوج، عند الذكر، العلاقة الجنسية. والعلاقة الجنسية عند الرجل لابد تفهم المرأة أنها أولوية عنده، حتى إن من أهم أسباب إقدام الرجل على الزواج هو ماذا؟ هو هذه العلاقة الجنسية. للأسف أن كثير من الأزواج حينما يتزوج ويريد من زوجته تلبية هذه الرغبة الجنسية يصدم من عدة جهات. الجهة الأولى أن يجد المرأة أن ما عندها الرغبة في ذلك، يعني ما عندها الحرص ولا تعدها أولوية، بل هو آخر اهتماماتها، فيصاب بالإحباط. أو أن الزوج يرى أن الزوجة حينما يمارسون الجنس لا تحقق له الإشباع الجنسي، لا تحقق له الإشباع الجنسي المباح المشروع. نحن نتكلم عن ما هو في حدود الشرع، فيما هو في حدود المباح، فيما هو في حدود المشروع، بمعنى أن الزوج لا يجد من زوجته الاستعداد لهذا الأمر. من الأشياء التي يصدم بها الزوج أن يجد الزوجة عندها برود جنسي. وبعض الزوجات سبب يعني إصابتها بالبرود الجنسي قد يكون سبب عضوي، فلا بد لها من العلاج، وقد يكون السبب هو سبب نفسي وأيضا لا بد له من علاج. والحمد لله البرود الجنسي بسببي، سواء السبب العضوي أو السبب النفسي، يمكن علاجه بسهولة ولله الحمد والمنة. المقصود يا أبنائي وبناتي إن هذا أولوية عند الزوج، فإذا لم تحصل المرأة على الحب، أو لم يحصل الرجل على الإشباع الجنسي، يحصل بينهم ماذا؟ يحصل بينهم في البداية الانفصال الشعوري الذي قد يؤدي إلى الانفصال الكامل. الأمر الثاني أو الأولوية الثانية عند المرأة المحادثة. المحادثة يعني أنها تتكلم مع زوجها، وأن الزوج يسولف عليها وأنها تسولف عليه. والسبب في أن المرأة تعدها أولوية أن المرأة تعد الحديث مع زوجها والسوالف مع زوجها أنه دليل على اهتمامه بها. لابد أن يعرف الزوج أن حديثه مع المرأة، مجرد الحديث السوالف، أن هذا مما هو أولوية عند الزوجة. لو سألت الزوج عن هذا قد يستغرب، يقول يعني لازم أسولف معه؟ يا حبيبي لازم تسولف معه، وما الذي يضرك أنك تسولف معه؟ ولابد حينما تسولف مع زوجتك لابد من أمرين. الأمر الأول أنك تحاول أن تكون هذه السوالف تدور على الزوجة، على مشاعرها، على اهتماماتها، على ما تحب، على يومياتها. يعني تحاول أن تكون السوالف، ما دامك مسولف معها مسولف، حاول أنك تسولف معها عما يتعلق بها، يتعلق بشخصيتها، يتعلق بكيانها، يتعلق بأهلها، يتعلق بحاجاتها، باهتماماتها، بجسمها، بصفاتها، بمدحها، بالثناء عليها، بيومياتها، طبخت، اشترت، راحت، جت، أهدت، إلى غير ذلك. الأمر الثاني حين تحدثها حاول أنك تجعلها، أن تجعل لها المركزية، يعني تركز عليها حينما تكلمها، حاول أنك تعطيها الاهتمام. حينما تكلمها حاول أنك ما تتشاغل بالجوال، حينما تكلمها ما تكون متشاغل بالتلفزيون، بمسلسل، بفيلم، بمشاهدة مباراة. وأنا ما أقول يعني مسلسل وفيلم إن هذا شيء يعني عادي، لا، قد يكون يعني المسلسلات، الأفلام وغيرها مما يشاهد في التلفزيونات منه يعني الغالب عليه فيما أعلم أنه لابد يقع في بعض المحرمات. الشاهد المقصود أن ينبغي أنك حينما تحادث زوجتك لابد أن تكون ذكيا في طريقة هذه المحادثة. الأولوية هذه الأولوية الثانية بالنسبة للمرأة. الأولوية الثانية بالنسبة للرجل الصحبة الممتعة. ما معنى الصحبة الممتعة؟ بمعنى أن المرأة تمتع الرجل إذا جلس معها. كيف تحقق له المتعة؟ تحقق له المتعة بأنها تسولف معها السوالف التي هو يحبها. قبل شوي قلنا الرجل أيضا لابد يلتفت المرأة، أيضا المرأة حينما تتكلمين مع الزوج لابد أن تخصصين شيئا مما يهتم به الزوج. يعني أحد الاستشاريين الأسريين يقول أنه
يعني إحدى الأخوات شكت إلي إن زوجها ما يعيرها اهتمام ولا يهتم بها ولا يجلس معها مع أنها حديثة عهد بالزواج، يعني توهم متزوجين توهم في الأشهر الأولى ومع ذلك الزوج ما يجلس معها. فقال لها أخونا الاستشاري وش المشكلة، يعني وش هو مهتم به؟ تقول هو مهتم بالحمام، يطير الحمام، عنده نسميه عشة حمام فوق السطح دائما يطلع فيها ويلعب مع الحمام ويربي الحمام. فقال لها تريدين يعني أن يقضي أكثر وقت معك؟ قالت نعم. قال اذهبي للمكتبة خذي بعض الكتب المتعلقة بالحمام، تربية الحمام، اقرأيها وافهميها، ثم إذا طلع الحمام مع الحمام خذي أنت الشاهي أو القهوة وطلعي وحدثيه عن هذه المعلومات اللي إيش اللي أنت اكتسبتيها من هذه الكتب ومن هذه المراجع. يوم عن يوم يوم عن يوم بعد فترة جاءت لي المستشارة واتصلت عليه فقال كيف؟ قالت الآن هو الذي يطلب مني أني أطلع معه لنستمتع بالوقت في هوايته. المرأة الرجل حينما يترك البيت ليحقق المتعة في الخارج، لا بد المرأة أن تكون وتحاول أن تحقق له المتعة في ماذا؟ تحقق له المتعة في البيت، تحقق له المتعة في البيت بالتغيير، التغيير في الملابس، التغيير في العطور، التغيير في التسريحة، التغيير في ما يسمى بالمكياج، إحداث الفعاليات إلى غير ذلك، بمعنى أنها تحاول أن تكون ليست فقط زوجة، تحاول أن تكون صديق أو صديقة لهذا الزوج وتحقق له الصحبة الممتعة. من الأشياء التي تفسد الصحبة الممتعة على كثير من الزوجات وتجعل الزوج ينفر منها أنها الشكاية البكاية، يعني بعض النساء طبيعة فيها شكاية بكاية من يوم يدخل زوجها لين يطلع، وهي ولدك أخوك أختك أمك أبوك أخوي أختي أمي أبوي صديقتي، فقط تشكو وتنوح وتبكي. تصوروا الزوج يوم يومين ثلاث، ترى يا أخواتي هذا واقع، ويشكولي الأزواج وتشكولي بعض النساء من صاحباتهن أنهم بهذه الطريقة المنفرة. فالزوج حينما يشوف المرأة الشكاية البكاية سينفر من هذا البيت. تقول بعض النساء يعني إيش يعني ما نكلمه يعني بس إنه فقط يجي يستمتع عندنا؟ أنا ما قلت هذا الكلام ولا أحد يقول هذا الكلام، وإنما أقول لا تكن المرأة الغالب عليها هذه الطبيعة، الغالب على المرأة أن تكون ماذا؟ أن تكون امرأة جاذبة، تكون امرأة سعيدة. الإنسان السعيد الجذاب يجذب الناس ويجذب السعادة، والناس يحبون أن يكونون حوله ويحيطون به. الشكاي البكاي سواء كان رجلا أو امرأة الناس يملونه، لا سيما إذا لم يكن عندهم أو بأيديهم حلول يقدمونها للطرف الآخر. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان ما بين فترة وأخرى يشكو لصاحبه، يشكو لحبيبه، يشكو لزوجه، وهذا من طبيعة البشر. لكن نتكلم عن الطبيعة عند بعض النساء التي تغلب عليها وصارت تعرف بها حتى صار الناس ينفرون منها. الأولوية الثالثة بين يعني عند المرأة الأمانة والصراحة. المرأة يهمها جدا أن تبقى صورة الرجل القائد لهذا البيت أنه محل الأمانة، محل الصراحة والصدق، الصدق في العواطف، الصدق في الأقوال والوعود، الصدق في الأفعال، الصدق في الحب، الصدق في العطاء. المرأة تحب وتعظم هذا الأمر في زوجها، بل إنه هو الأساس لإعطاء الرجل القيادة. الرجل الذي يريد من زوجته أن تجعله قائدا وقيما للبيت وتسلم دفة القيادة لابد أن يتصف بهذه الصفة، لأن هذه هي صفة القائد. لأن لا يمكن أنا أسلم القيادة لشخص وأنا ما أعتقد أن هذا الشخص أمين على القيادة، ما أعرف ماذا يخطط له هذا الشخص، اليوم يعطيني كلام وغدا يعطيني كلام آخر ينقض ما قبله. لابد أن تكون صريح مع زوجتك في همومك، في غمومك، في مشاكلك، في أهدافك. وهذا لا يعني
أن ما تكون لك خصوصية، ولا يعني أن المرأة ما تكون عندها خصوصية، وإنما نتكلم عن الأمور المشتركة في البيت. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على أن الرجل له خصوصيته والمرأة لها خصوصيتها. الأولوية عند الرجل الجمال، ولا بد أن نعرف أن الجمال يا أبنائي وبناتي نسبي، لكن الرجل حينما يتزوج المرأة في الغالب يكون نظر لها وكان قبل بجمالها. يهم الرجل أن تبقى زوجته محل ماذا؟ محل نظرة جمال، يعني أنه يجد الجمال فيها. للأسف الكثير من النساء مع مرور الوقت والعلاقة بين الزوجين تفرط في هذا الجانب، ونحن ما نريد من المرأة أنها تكون كل يوم تروح ما يسمى الصالون أو يسمى عندنا الكوافيرة، أنها تسوي لها من رأسها لرجليها مكياج وبديكير وتسريح. لا، أنا ما نريد ذلك. نحن نريد من الزوجة أن تحافظ على القدر الذي يشبع زوجها بصريا، أنه إذا شافها تكون لابسها كويس، تعطرة، تسريحتها جميلة. ونحن نقول أن هذا الأمر ليس صعبا على المرأة إذا صار عادة له. يعني هذا الشيء المتعلق بأن المرأة تكون جميلة في عين زوجها تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى نظافة، تحتاج إلى قليل من أدوات التجميل، ما يتعلق بالعينين، ما يتعلق بشيء من الوجه والشفتين، شيء من العطور، شيء من الملابس تغير، ما يصير عندها البيت نفس اللباس لمدة أسبوع وشهر وشهرين وثلاثة مثل ما تفعل بعض النساء. لما بعض النساء تقول طيب أنا عندي شغل البيت، أطبخ وأنا أنظف وأنا أرعى الأولاد، وتبيني بعد أصير جميلة؟ اجعلي جمالك لزوجك نوع من مسؤولياتك. ما نقول أنك 24 ساعة تكونين جميلة، لكن لا يمر اليوم إلا وقد رأك زوجك بحالة جميلة. بعد ما تخلصين من البيت، الطبخ وتربية الأولاد وإعداد الغداء، تجلسين مع زوجك للغداء، اقتطعي من الوقت 10 دقائق، ربع ساعة، حتى يراك زوجك بصورة جميلة، لأن هذه من الأولويات التي عند الرجل وتفرط فيها كثير من النساء. من الأولويات عند المرأة الدعم المالي. المرأة حينما خرجت من بيت زوجها تريد حاجات من الزوج، منها الإشباع العاطفي، الإشباع الجنسي، أيضا من ذلك الدعم المادي. ولا نعني بالدعم المادي يا أبنائي وبناتي أن الرجل يحقق لزوجته كل ما تريد، هذا غير صحيح، وهذا أيضا مفسد لكل أحد. لو كل واحد عندك أحد تعطيه كل ما يريد هذا يفسده، لأن الإنسان حينما يعطى كل ما يريد لا يكون لما يريد قيمة، والحصول على ما يريد لا يكون له قيمة. إنما يجب على الزوج أن يعلم أنه لابد له أن يعطي المرأة الحاجات الأساسية والحاجات الكمالية المتعارف عليها مما يقدر عليها. يعني حينما يكون الإنسان وهو قادر في مجتمع صار من ثقافتهم السفر، طيب هذه حاجة دعم مادي تحتاجها المرأة. ما الذي يضير الرجل إذا كان قادرا، نتكلم إذا كان قادرا، ما الذي يضير الرجل أن يسافر بزوجته حينما صار السفر عرف داخل البلد؟ ما الذي يضير الزوج إذا كان صار من العرف عندهم في عاداتهم في تقاليدهم الإهداء بين الزوجين، إنما بين فترة وفترة يهديها مالا، يعطيها مال، يعطيها شيء من الذهب، شيء من الهدايا. وأكد إذا كان هذا مستطاعا ومقدورا عليه، لأن الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته. فحينما نقول أن المرأة بحاجة للدعم المادي، أي ما يكفيها وما هو العرف وما يعتاد عليه، أنك أيها الرجل تقدم للزوجة ما دام أنك قادر. أما إذا كان الرجل غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب على الزوجة إذا كان زوجها فقيرا أن تصبر على فقره حتى يغنيه الله عز وجل. قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. من الأولويات عند الرجل السلام والهدوء في البيت. إذا جاء الرجل من الدوام تستقبله المرأة بيش؟ أولاد غير نظيفين، وبيت غير مرتب، ووجبة غير جاهزة، ورائحة البيت سيئة، وإذا دخل تذكر له ماذا؟ شريط الأحداث من المشاكل التي بينها وبين أولادها وإخوانها وأخواتها وإخوانه وأخواته وأمه وأمه.
يوم عن يوم لا يجد الرجل السلام والهدوء الذي قال الله عز وجل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزوج من أولوياته يا بناتي أن يكون البيت بيت سلام وهدوء وسكن. تحاول المرأة قدر الاستطاعة أن تحقق تحقيق السهل، وجبة في وقتها، بيت نظيف، أولاد نظيفين بحول الله وقوته، البعد عن الشكاية والنكاية والتنكيد. فإذا أحس الزوج بالسلام والهدوء في بيته أوى إليه وما استبدله بغيره. أختم بنائي وبناتي بآخر الأولويات فيما يتعلق عند الرجل عند المرأة. من الأولويات عند الرجل عند المرأة الالتزام العائلي تجاه الأسرة، التزام الرجل العائلي تجاه أسرته. ما معنى هذا الكلام؟ المرأة تكبر وتريد من زوجها أن يوفر لها ماذا؟ القيام بالالتزامات العائلية، الأكل، الشرب، اللباس، المسكن، التربية، الرعاية، الحماية. المرأة لا يمكن أن تولي الرجل القيادة إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان قائم بماذا؟ قائم بالواجب الذي عليه تجاه أسرته والالتزام الذي التزم به عند زواجه. يعني الرجل حينما يتقدم للزوجة هو مجرد أن يتقدم لها هو يلتزم تجاه عائلته بكل هذا، الطعام، الشراب، المسكن، الملبس، التربية، الحماية، التعليم، كل هذا ما يسمى بالالتزام العائلي. لابد أن تشعر المرأة أن الرجل وزوجها يحاول أن يقدم أحسن ما عنده، وأما ما لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الأخير الذي أختم به من الأولويات عند الرجل الذي لا تعرفه كثيرا من النساء، الإعجاب. أن الرجل يحتاج أن زوجته تظهر له إعجابها به. وللأسف يا بنائي وبناتي أن بعض النساء عندها العكس، تظهر لزوجها الاحتقار وتظهر الإعجاب بغيره والعياذ بالله. ومع مرور الوقت يحدث الكره في قلب الرجل تجاه زوجته، كما أنه العكس لو أن الرجل يتكلم عند المرأة بأنه معجب بغيرها ودائما ينتقدها ويحتقرها، سواء في جسمها، سواء في سلوكها، سواء في جمالها، سواء في طباعها، وبالمقابل يظهر الإعجاب لغيرها، هو نفس ماذا؟ الحدث يوجد الكره ويوجد الانفصال الشعوري، وقد يوجد والعياذ بالله كل واحد منهم يبحث عما يلبي رغباته خارج الأسرة أو خارج النطاق الشرعي. نسأل الله السلامة والعافية، وفي هذا القدر كفاية، وأعتذر لأبنائي وبناتي إن كنت أطلت عليكم، ونبدأ في استقبال الأسئلة إن شاء الله تعالى. بقي من الوقت 10 دقائق نجعله الأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الله يحفظكم. نود التنويع بين الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفهية، ما رأيكم بماذا؟ لا بس أنا أظن نأخذ صوتي ونأخذ يعني مكتوب، حتى لكل ذي حق حقه، نعطي كل ذي حق. طيب إن شاء الله. بالنسبة للمكتوبة يمكن أسرع شيخنا إذا أنتم تقرؤون ولا لا تريدون؟ طيب نأخذ سؤال شفهي شيخنا، سؤالين. اي طيب تفضل ناخذ سؤال شيخ. طيب ان شاء الله. الاخ عبد الباري السلمي، تفضل حفظك الله، ممكن تفتح الميكروفون وتسال الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي معك عبد الباري، الله يحفظك الشيخ حمد، مساك الله بالخير. يا هلا والله. الله يعطيك العافيه، بارك الله فيك. انا طبعا يا شيخ يمكن في جزئيه ما حضرتها لاني انا امام مسجد، رحت اصلي وارجع، بس في نقطه مهمه ما ادري يمكنك تعرض عليها، ان يعني ان تحث الشباب على انهم يعرفون هدي النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله مع زوجاته في حاله الغضب يا شيخ. وبعض الشباب يا شيخ يعني يمكن ما يعرف عن حال المراه في حال الحيض وحال الدوره، يعني تغضب المراه فيطلق في اوقات يعني صعبه جدا. بارك الله فيك. هذا تكلمت عنه بلفظه وانا اخوك قبل أن تجي، وذكرت هذا بالذات أن المرأة إذا كانت حائض
أنها تغير نفسيتها، ولا بد الرجل أن يصبر عليها ويعرف طبيعتها في هذه الفترة. جزاك الله خير أخوي. الله يبارك فيك، شكرا لك يا شيخ، جزاك الله. حياك الله، يا هلا وسهلا. الأخ إبراهيم ممكن تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ؟ تفضل أخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. أمين وإياكم. شيخنا، أنا لدي بس طلب، المحاضرات التي نراها قيمة ومفيدة، فنحن نستفيد منها بكثير، وجزاكم الله خيرا. هل في هذا المحاضرات التي تلقونها، نحن أنا دائما أحضرها لكن لا أرى الكتب الذي تفعلونه بمناسبة هذه المحاضرات؟ نعم، يعني تطبيق المراجع. إيه مراجع، يعني إذا نعم، إذا بإمكان إرسال المراجع إلى المجموعة، حتى إن كانت بالواتساب أو التليجرام. إن شاء الله أحاول أسعى إن شاء الله، لأن أحيانا ما يكون هناك مراجع بقدر ما هو التحضير والنظر في الأدلة، وأحيانا فعلا يكون هناك مرجع أساسي، وإن شاء الله تعالى أحرص في كل محاضرة أن يحاول أن أذكر إذا في مراجع أن يذكرها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، الله يجزيكم خيرا ويبارك فيكم. نحن الطلاب العلم مهما كان قليلا فهو كثير لدينا إن شاء الله. الله يحفظكم ويجزيكم عني خير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا أهلا وسهلا. نأخذ أسئلة مكتوبة. طيب شيخنا تفضل شيخنا. يعني هل الصح أني أتزوج بدري؟ لا شك أن الله عز وجل ما جعل الإنسان يبلغ في وقت معين إلا كونه مستعد للزواج. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من كان عنده قدرة على الزواج فليتزوج. متى ما كان عند الشاب قدرة مالية وقدرة نفسية على الزواج فإنه يشرع له ويستحب له المبادرة إلى الزواج، لأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ويبعد الإنسان عن الفتن والوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ها هنا سؤال تقول: أنا خطيبي في دولة أوروبية وأنا في بلد آخر، وطبيعة عمله ضمن مجتمع نسائي، بداية لما أعترض ولكن أحس التمادى وأصبح يخرج معهن خارج إطار العمل لاستمتاع بعدة نشاطات اجتماعية فيما لا يقبل الله، وتبقى القليل على زواجنا، ولكن يشعر أنني لن أستطيع تحمل هذا الأمر مستقبلا، ماذا أفعل؟ صارحي الطرف الآخر بذلك، وبيني له أن هذا الأمر أصلا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن العلاقة التي بين الرجل وبين المرأة إنما هي في حدود العمل، وما زاد على ذلك لابد أن تكون العلاقة بين الرجل وبين محارمه، خواته، بنات أخيه، بنات أخته، زوجته، خالاته، عماته. أما ما عدا ذلك فلا يصح أن يكون هناك علاقة بين الرجل وبين المرأة إلا بقدر الحاجة والعمل. تقول: إذا كانت اهتمامات الزوج مثل السوني والبلاي ستيشن والمرأة ما عندها السوالف، وش الحل؟ واهتمامات المسلسلات وأفلام وسهر. أما مسألة السوني فالمرأة تحاول إذا كانها تتعلم، لا بأس أنها تتعلم وتلعب مع زوجها، أو حتى تشارك الاهتمامات، لو ما عرفت تتعلم تشارك الاهتمامات في ما يهتم به، الألعاب كيف أنه يلعبها، كيف أنه تهدي ما يعني ما يفرح به من هذه الألعاب، تجلب له ما يكون يساعد في مثل هذه الألعاب إلى غير ذلك. أما إذا كانت اهتمامات أشياء محرمة فإن المرأة تحاول بقدر الاستطاعة أن تنصح زوجها، تعظه الموعظة الحسنة، تدعو الله سبحانه وتعالى له، تقول أن من اهتمامات السهر إذا كانت المرأة يعني غير موظفة وتستطيع أنها تسهر مع زوجها، لا بأس أنها تسهر مع زوجها فيما حله الله سبحانه وتعالى، فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان يحب يسهر يطلعون سواء للحدائق، للمطاعم، للتسوق، للزيارات، بمعنى أنها تحاول أن تشترك مع زوجها فيما يحب، لكن ينبغي على المرأة
ينبغي على المرأة ألا تطاوع زوجها في أن تشترك معه فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أعظم أسباب وقوع قد يكون من أسباب وقوع الكره والبغض بين الزوجين عقوبة لهم على اشتراكهم في الحرام. تقول كيف أتعامل مع الزوج الذي يقارن زوجته وباقي الفتيات؟ تعامله بالنصيحة، تعامله بالإقناع، تقول يا فلان هذا ما يجوز لأن هذا يؤذيني، وأنت ما ترضى أني هل ترضى أني أقارنك بغيرك من الأزواج؟ هل ترضى أن بنتك يعمل لها زوجها هذا العمل يؤذيها بمثل هذا الكلام وهي تكلمها بهذا الكلام؟ ينبغي للزوجة أن لا تظهر له الندية وإنما تظهر له الحب، وأن الدافع لذلك هو حبها له وخوفها على أسرتهم. تقول هل إظهار مشاكلي مع أهلي المتضرر منها نفسيا لزوجي أمر خاطئ؟ إظهار مشاكلك أمام زوجك فيها عدة سلبيات. السلبية الأولى أولا أن الزوج ينظر إلى أهلك نظرة دونية، نظرة احتقار قد تصل إلى هذه الدرجة. الثانية أنه ينظر إلى أنك يعني كبنت لهذه الأسرة أنك مكسورة، أنك مالك ظهر، مالك من يحميك، أنك يعني ممكن أن يتسلط عليك بسبب ذلك والعياذ بالله. متى المرأة تظهر مشاكلها إلى زوجها؟ تظهر مشاكلها زوجها إذا كان زوجها شخص واعي، شخص عاقل، شخص عنده تجربة لحل المشاكل، تظهر له المشكلة بقدر ما يتعاون معها في حل المشكلة. إذا كان الرجل عنده من العقل والديانة والخلق الذي لا يجعله يستخدم إظهار هذه المشاكل له كسلاح عكسي ضد زوجتي. تقول كيف أقلل من مسؤولية الزائدة وهي تسبب لي ضغط؟ تقللين من مسؤوليتك الزائدة أنك تتفهمين أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن الإنسان متى ما تجاوز الحد في أي شيء أنه سيرجع عليه، أي شيء يتجاوز الإنسان الحد فيه رجع عليه لابد. فلابد المرأة والرجل كل واحد منهم أن يكون واعيا في تحمله المسؤولية بحيث أنها ما تكون زائدة. يعني مثلا من تحمل المسؤولية الزائد أن الأب أو الأم يريد أن يقوم بكل شيء عن أولاده. وبالمناسبة ها هنا عبارة وهي الذين أكثر من يساعدوننا هم أكثر من يؤذوننا، يعني الأب والأم الذين يساعدون أولادهم بدرجة زائدة عن الواجب عن الحد الوسط يؤذون أولادهم حتى يكونوا اتكاليين غير قادرين على تحمل المسؤولية. تقول أنا مخطوبة وخطيب يتأخر كثيرا في الزيارة، يعني مثلا لم يأتي من عيد الأضحى، هل هذا أمر طبيعي علما بأنه ليس مشغولا كثيرا وأشعر بانزعاج شديد من هذا الأمر؟ خطبتنا تسير بشكل شرعي والحمد لله. طبعا لابد نعرف ما معنى الخطبة. الخطبة إن كان المراد بها أن تقدم لها، فوقت الخطبة قبل كتب الكتاب أو قبل الملكة أو قبل العقد يعتبر الرجل أجنبيا عن الزوجة وليس له حق أن يخلو بها أو أن يحدثها حديث فيه يعني ما يكون بين الزوجين من الحب والشوق، لأنه يظل وقت الخطبة أجنبيا عنها. أما إن كان المراد بالخطبة يعني بعد العقد وبعد كتابة العقد وبعد الملكة فهي تعتبر زوجته ويعتبر زوجها لكن لم يدخل بها، فلا بأس أن الإنسان يكلمها بما يتكلم به الزوجين. لكن تأخر الزوج عن زوجته تستطيع أن المرأة تتفاهم مع زوجها ويكون عندهم وقت يتفقون عليه في أسبوع مرة، في كل أسبوعين مرة، كل 10 أيام مرة، وتحاول أن تظهر له ما تحب وأن هذا الأمر يزعجها. لكن لابد أن نعرف يا بناتي أن المرأة حينما تبدي حاجتها لزوجها لا تبدي حاجتها وهي كالند وهي تأمر زوجها، قد هذا يسبب ماذا؟ يسبب نتيجة عكسية.
كلما أظهرت المرأة التودد والاستسلام لزوجها كلما أكثر الرجل الطواعية لها. تقول العربية كوني له أمة يكن لك عبدا. المرأة العربية وهي توصي بنتها تقول له لابنتها تقول كوني له أمة، يعني طاوعي وأظهري له الطواعية، وش يصير؟ يكن لك عبدا، يظهر لك الطواعية أكثر وأكثر. تقول كيف أتعامل مع زوجي فهو سريع الغضب ولكنه هو مخلوق طيب، يعني أو طيب وخلوق. الجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفرك مؤمنة مؤمن إن سخطت منه خلقا رضيت منه خلقا آخر. يعني بمعنى المرأة ما ينبغي لها أن تترك زوجها لأن عند السلبية، ما في أحد ما في السلبية. فإذا كان الرجل كريم وطيب ورحيم وودود ويخاف الله سبحانه وتعالى ويربي أولاد، لكن عند سرعة الغضب تحاول ماذا؟ تحاول أن تجنبه وصوله للغضب. يعني بعض النساء تقول زوجي سريع الغضب، يعني أنت عارفت سريع الغضب ليش تراجعين في الكلام؟ ليش ترفعين صوتك؟ ليش تخلين أولادك يغضبينه؟ يعني يغضبونه. حاولي أنك ما أن زوجك ما يصل إلى درجة الغضب التي تخرجه عن نفسيته المعتادة. أيضا مع كثرة الدعاء يا أبنائي وبناتي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم ياسين من فرنسا. سؤالي، عندنا جمعية خيرية خصصة للمسلمين الجدد، ما نصيحتكم للمسلمات الجديدات؟ نصيحتي للمسلمين الجدد والمسلمات الجديدات أن يتفقهوا في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. النصيحة الثانية أن يحاولوا أن يكون اختلاطهم بالمسلمين الذين ينتفعون منهم في تعليمهم، ينتفعون منهم في خلقهم وفي سلوكهم. النصيحة الثالثة لإخواني وأخواتي من المسلمين الجدد، إذا كانوا غير متزوجين يحرصون على الزواج من المسلمين. يعني شخص دخل في الإسلام حديثا يحرص على أن يتزوج إحدى الأخوات المسلمات، كذلك إذا كانت الأخت دخلت في الإسلام تحرص أنها تتزوج من الإخوة المسلمين لكي يكونوا أسرة تعينهم. مما أنصح به إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات الجدد أن يحاولوا البحث عن فرصة عمل وانتقال لبلاد المسلمين، لأن يعني هذا من أعظم أسباب الثبات على الإسلام، من أعظم أسباب تربية أولادهم وأسرهم، التربية القريبة من الإسلام والقريبة من المسلمين. النصيحة التي أختم بها إخواني وأخواتي من المسلمين الجدد، الحرص 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 على تعلم الكتاب والسنة، ولا يمكن هذا أن يكون بطريقة كاملة إلا بتعلم اللغة العربية. تعلم اللغة العربية من أعظم أسباب الثبات على الدين، لأنه مفتاح لمعرفة الكتاب والسنة. فأسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا وأخواتنا أجمعين المسلمين والمسلمات الجدد وغيرهم والسامعين والمشاهدين والمشاهدين. شيخنا إذا تسمح الأخ عبد الله الصالحي بس سؤال الأخير. تفضل نختم به لأن تأخرنا. تفضل. إيه نعم صحيح. أخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ حمد؟ أهلا والله وغرب شيء. أول شيء أنا زي ما تفضلت بالنسبة للمحاضرة كان عندي وقت الصلاة ما حضرتها. بس حبينا عليكم ونشكر جمعية البر في الإمارات. الله يجزيكم خير يا رب. أنتم من وين يا شيخ؟ أي البلاد؟ أنا من جدة. في جدة. ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم بارك. الله ينفع بكم يا رب العالمين. آمين. الله يجزيكم على خير. جزاكم الله خير على هذا المحاضرة الجميلة. شرفتني وسعدتني جدا. الله يحييك. سلام. بقي سؤال شيخ سالم؟ لا يكفي شيء. تأخرنا علينا. الله يجزيكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حضورنا نعتذر منكم لعدم التمكن من الرد على أسئلتكم جميعها لضيق الوقت، ونشكر جزيلا على حضوركم، ونلقاكم مجددا اللقاء القادم مع الجزء الثاني مع محاضرة بعنوان وصايا مهمة للمقبلين على الزواج غدا يوم الثلاثاء الموافق 24/8. كما ندعوكم للمشاركة في تقييم المحاضرة والتي ستظهر لكم على الشاشة الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.